تحرر اختتام اشغال الهيئة العليا المستقلة الانتخابية، هل هو اعلان وفيتها ام قاعدين سينياليو الجهات المعنية في ضرورة مواصلة؟ والله العبيد كل من الهيئة الفرعية، الهيئة الفرعية كلهم الهيئة المركزية اساسا قاعدين يطالبوا بانهم يبقوا، فما عبيد الطالب ان يبقى الهيكل، لانه من المهم جدا انه ما نسلموش في الانتخابات للهيئة غير مستقلة، وثم عبيد نطالب انها تبقى على خاطر ما قاعدها عجبتها، وهل انها باش تبقى ما تبقاش هذه مساله تقعد في اطار الموازنات السياسيه غير واضحه. اختيار الظرف هذا اللي هو اليوم كاختتام، معناتها هل هو الوقت حكم باش يجي الاختتام اليوم، ام هو معناتها شفنا ظروف معينه خليت نقولوا الهيئه العليا المستقله تلفت نظر الجهات المعنيه الجهات المسؤوله في البلاد اللي رانا موجودين ورانا نطالبوا ب مواصلة عمل الهيئة المستقلة؟ نتصور أنه المسودة اللي قاعدة تدور على الفيسبوك والأخبار اللي قاعدة تدور في الكواليس على وجود مسودة لمشروع هيئة وطنية مش هيئة عليا مستقلة الانتخابات، هو اللي خلى الاجتماع الاختتام ذي الحفلة الاختتامية ذي تصير تاو. اليوم نحن نقف عند انتفاء مؤسسة أضاءت ليلة أمسنا، ونحن مدينون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأمننا السياسي، ليس بالأمر الهين بعد الانتقال الجسيم التي عرفته البلاد بأن يقبل الجميع بنتائج الانتخابات سواء فازوا أو لم يفلحوا في هذه النتائج، ونحن مدينون لكل عناصر الانتقال الأول ومن بينها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. الذي له في نظري جدوى هو أن نؤسس لهيئة دائمة لا تقل عن الهيئة العليا المستقلة، لا استقلالا ولا نجاعة ولا نجاحا، لا يمكن أن نستبدل دينارنا بدرهم. بس غازي نجم تكون قراءة معناتها غير بريئة للتاريخ خاصة متاع اليوم معناتها كاختياره لاختتام أشغال الهيئة، خاصة وأنه تم تداول أحداث هيئة وطنية للإشراف على الانتخابات. هذا ليس أمر قراءة أنه اليوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحب تقول رانا موجودين وتحب الطالب زادة بمواصلة الاستمرارية متاعها. لا أقرأ الأمر كذلك، أرى أنه كما فعلت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بأن اختتمت نشاطها بحفل كان يوم 13 أكتوبر الفارط، هي تختتم اليوم وجودها بهذه الطريقة، وليس بالضرورة هنالك مؤشر لما بعد انتهاء مهامها لإعادة بعثها من جديد، ولكن المؤكد أن اليوم جميع أطراف المعادلة السياسية والمدنية في تونس لا يقبلون بغير انتخابات بين أيدي هيئة مستقلة حقيقة وبعيدة عن كل محاصصة بأي شكل كانت خاصة حزبية. اليوم حفل اختتام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الساحة السياسية في تونس شنو تنجم تستنى بعد الهيئة المستقلة للانتخابات خاصة في ظل تداول البعض لهيئة حكومية ستشرف على الانتخابات؟ لا لا لا، في كل الحالات غير وارد أن تكون هيئة حكومية، ستكون هيئة مستقلة، بقى شنو اسمها وشنو تركيبتها إن شاء الله بما يحفظ شفافيتها وبما يبني على النجاح السابق. سمير ديلو شنو حكمه على تجربة الهيئة المستقلة للانتخابات؟ في كل الحالات تجربة ناجحة، ولكن كل عمل بشري لا يخلو من نقاص، هذا تنجموا تسمعوهم اللي قاموا بالعمل اللي هم بيدهم، نحن لا نملك إلا أن نعامل ما قاموا به بكل ما يستوجبه الأمر من احترام وتقدير وشكر، ولكن نحاول أن نبني على الإيجابيات ونطورها ونتجاوز السلبيات والنقاص. شنو هي النقطة اللي أثارت احترازك؟ ليه انا حسيتها كونه نوع من التحدي للناس وللقاعه والناس اللي قاعدين، فما مكان مخصص للحكومه للثلاثه رؤساء يجي معناتها ما سلغنوش، ما عنده حتى ما عندوش بلاصته، ثم رئيس حزب حطوا رؤساء الاحزاب الكل غادي دونك كلام، هذه تسمى معناتها ما نعرفش تحدي اروغانس، ما لقيتش الكلمه انا صراحه، والناس كل قالوا كاني نورمال، معناتها مش انا شتوف بس نورمال حتى طرف. شكرا هو الزملاء، شكرا شكرا. يسعدني حالة الكلمة للسيد محمد المنصف المسوقي رئيس الجمهورية، تفضل السيد الرئيس.
فقد كان للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة فضل كبير على مسارنا الديمقراطي، حيث أنتجت لنا قانونا انتخابيا نظم عملية الترشح للانتخابات المجلس التأسيسي، كما أفرزت لنا هيئة عليا مستقلة للانتخابات استطاعت رغم قلة تجربتنا بالانتخابات الديمقراطية أن تنظم لنا انتخابات اتفق جميع المراقبين والملاحظين والمشاركين على نزاهتها وشفافيتها. لقد بين لنا الجهد الذي وقع بذله في هذا الخصوص مقدار حاجتنا لمؤسسات مستقلة تشرف على تنظيم التنافس السياسي وتكون في حياديتها ونزاهتها ومهنيتها خير ضامن لتواصل عملية الانتقال الديمقراطي بل والديمومة الديمقراطية بوصفها المنهج الأمثل للتداول على الحكم.